الحمد لله هذا موجود في كثير من البلاد في سوريا وفي عمان وفي البلاد الخاصة وفي مصر والهند والباكستان ما شاء الله، لكن نسأل الله أن يجمع المسلمين كلهم على كلمة الله. تفضل. جرى على كثير من طلاب العلم انهم اذا جلسوا الى مجلس كثير يجون بالتعارض، لان انا اذا جاء على السلف اذا لم ياتي على السلف فلا يكون اتجاه الدين. نعم، هذا التعارض الذي فعله بعض الناس اليوم من انه اذا جلسوا في مجلس وكان العدد وفيرا كثيرا يكون يجري التعارض، لان التعارض من السنه، فيقول فلان ابن فلان عمل كذا مصطفى كذا الى اخره، اي نعم ان يقول اخوكم فلان، هذا لا اصل له في السنه ولا اصل له في عمل السلف الصالح، بل هذا من محدثات الامور، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الذي ثبت في السنه جزء بسيط من هذا الشيء لعله يقرب منه او يبعد عنه، ذلك انك اذا احببت اخا لك في الله فيحسن بك ان تخبره بانك تحبه في الله، وهو بدوره يقول لك احبك الله الذي احببتني له. الى هنا ثابت. وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنه يسمي نفسه، يعرفه بنفسه، لا بأس من هذا ولو أن الحديث لم يكن تجليا، لأن هذا من تمام تحقيق التعارف والود والحب اللي هو لله عز وجل، لأن ذلك يستلزم المواصلة والتواصل والزيارة. كما تعلمون ان من زار اخاه بالله فانما يخوض بالرحمه، والاحاديث الوارده في هذه الزياره كثيره ومعروفه والحمد لله. تفضل عندك شيء. نعم. في هذا الحديث يدل على ما نفيناه، ليس فيه اي ضلال ابدا. اولا سال من الخوف، هل سال ما اسمك انت يا فلان يا فلان يا فلان، التي هذه الاسئله التي تحتاج الى ان يكون السائل في حفظه كابن عباس رضي الله عنه، لا تفوت ذاكرته شيء مما يسمع. ليس في الحديث من هذا، وهذا امر طبيعي جدا. هذا اولا. وثانيا، هل كان الرسول عليه السلام في كل مجلس اجتمع فيه اصحابه قد يعرف بعضهم بملامحه ولا يعرف بانسابهم ولا باسمائهم واسماء ابائهم؟ لم يكن شيء من هذا ابدا. وفي هذه المناسبه اريد ان اذكر لأنه إن وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور منه أو هو فعله، فكل ذلك إنما يدل على جواز ما وقع، ولا يدل ذلك على أن ذلك سنة ينبغي للمسلمين أن يعتادوها وأن يلتزموها، لأن الأمر لو كان كذلك لالتزمها أول من التزم هو الذي بين لنا شرعية ذلك وهو رسول الله، ثم بالتالي لا التزمها أحرص الناس على اتباع رسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم.
فيكون يجري مثل هذا التعارض، فذلك يكفي أن يدل الطالب إليه على أن الحديث الذي ذكرته لا يتضمن شرعية هذا الذي نحن نقول إنه من محدثات الأمور. نعم. الشيخ ما ينصح بس بارك الله فيك بالنسبة للشباب الذين من الله عليهم بالدعوة السلفية والذين قد اتفقوا بالأصول، ولكن عندما يختلفون بعض الفروع تجدهم يتعادون في ذلك. وكذلك ما ينصح بس بالنسبة للشباب سواء الذين انضموا للدعوات الإسلامية الأخرى أو الذين انضموا للدعوة السلفية ممن يعملون مظاهرات والهتافات، وهل هذا من منهج السلف؟ أما طلاب العلم الذين يدرسون الأصلين أصول الحديث وأصول الفقه، فهؤلاء عليهم أن يطبقوا الفروع على الأصول وأن لا يقلدوا أحدا من خلق الله، وإنما يستفيدون من كل عالم من علماء السلف الذين كانوا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والذين تبعوهم بإحسان. هذا نصيحتي لطلاب العلم. من جانب آخر يجب أن نبتعد عن التعصب المنقول والتشدد المذموم، وأن لا نتعادى، أن لا يعادي بعضنا بعضا بسبب الحزبية أو التكتل أو الانتماء إلى جماعة من الجماعات، وينبغي أن نتناصح ونتوادى. وإذا رأينا بعض الناس بعيدين عن الكتاب والسنة عملا وإن كانوا قد يلهجون في الانتساب إلى الكتاب والسنة قولا، إذا رأيناهم عملا بعيدين عن ذلك فعلينا أن نتلفق بهم وأن ندعوهم إلى أن يكونوا معنا لتطبيق ما ننتمي إليه جميعا قولا، أن نجعله لنا منهجا في حياتنا. ندعوهم كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما هذه الهتافات التي تتبناها بعض الجماعات فهذه في الحقيقة كما سبق من المثال السابق من التعارض، فهو لم يكن في كل القرون، لا أقول في السلف الصالح فقط الذين هم حجتنا وهم قدوتنا فقط، بل حتى القرون التي جاءت من بعدهم لم تكن فيه مثل هذه الهتافات. إنما هذه الهتافات قلدنا فيه الغربيين والكفار والمشركين الذين ليس عندهم من هذا منزل من الله تبارك وتعالى، فهم في كل يوم في بدعة بل في ضلالة. فعلى المشركين أن يقتدوا فقط بما كان عليه السلف الصالح ولا يجد على ذلك شيئا. هذه الهتافات تذكرني بعادة أخرى لبعض الناس إذا دخلوا مجلسا كان هذا المجلس أو أهل هذا المجلس جلوسا بحيث يمكن أن هذا الداخل يصافح كل فرد من أفراد الجالسين، فكلما سلم على فرد أتبعه بسلام آخر للفرد الآخر، وهكذا حتى ينتهي من مصافحة الجالسين كلهم. هذه أيضا بدعة، وهي بدعة إضافية، لأن السنة أن المسلم إذا دخل المسجد يلقي سلاما واحدا: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تيسر له مصافحتهم فالمصافحة سنة، بقول بعض الصحابة:
ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهناك حديث في سنن الترمذي أذكره لتمام صلته بهذا الموضوع من باب كما يقال مبني أسطوري لحاجة واحد معناه يلتقي مع ما نحن فيه وإسناده ضعيف ألا وهو من تمام التحية المصافحة. فإذا دخل الداخل السنة أن يلقي سلاما مرة واحدة ثم إن تيسر له أن يصافح الحاضرين ذلك أفضل وأفضل. للحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا من فعلي عليه السلام ولهذا الحديث الضعيف في مثل هذا الحديث الضعيف يمكن أن يقال يعمل به في فضائل الأعمال. وهذه نقطة دقيقة وحساسة جدا ينقل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف لأنهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة يجوز الحديث يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أي يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل هذا العمل بالحديث الضعيف فهذا لا يقوله عالم لأن فيه تشريعا بالحديث الضعيف. والعلماء متفقون إلا من شذ من بعض المتأخرين كبعض الغماريين وأمثالهم حيث قالوا يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة وزعم أن العلم هذا كريم والصراع عليهم أنهم أثبتوا أحكاما بأحاديث ضعيفة وغفل هذا أو تواصل الله أعلم بنيته. لأن بعض العلم قد يثبتون أحكاما بدون حديث مطلقا وإنما بالقياس وبغض النظر أن هذا القياس صحيح وليس صحيح هذا شيء آخر. فلا يجوز أن نقول إنهم يثبتون أحكام شرعية بالأحاديث الضعيفة. فإذا كان الذين يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أي تشريع أعمال لها فضل شرعا بالحديث الضعيف فهذا لا يقول هذا ما يقول. أما إن كانوا يعنون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبت شرعيتها ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعا ثم جاء الحديث الضعيف يثبت فضلا لهذا الذي ثبت بالحديث الضعيف فلا مانع من ذلك. وهو المثال جاءكم حق الخاطر ما لقينا الا وصافحنا من تمام التحيه المصافحه. اذا هو لما لقيهم في عشر سلم عليه ثم صافحهم فمن تمام التحيه المصافحه لا باس من المصافحه تمام التحيه. لكن نحن ما نثبت هذا في الحديث الضعيف انما نثبته من مجموع احاديث فرضيه القاء السلام. وانا ما اقول فرضيه القاء السلام وليس سنيه القاء السلام لان الرسول يقول اذا لقيته فسلم عليه فلا بد ان الرسول حينما لقي اصحابه سلم عليه. ثم في هذا الحديث الذي ذكرناه ما لقينا الى وصافحنا اذا ثبت من مجموع هذين الحديثين على الاقل ان من تمام التحيه المشروعه المصافحه. فاذا جاء مثل هذا الحديث وذكرناه مع بيان ضعفه فلا باس من ذلك وهو مثال صالح لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال التي ثبتت ليس بالحديث الضعيف وانما بالحديث الصحيح. هذا ما يحضر جوابا على السؤال السابق. هناك ايضا تنبيه في مثل الشباب شيخ هناك كثير من الشباب ينصحون من قبل اناس لكي يذهبوا مع بعض الجماعات من اجل ان يبينوا لهذه الجماعات. وكما تعلم يا شيخ بان التدين عندما يكون الشخص جالس في بيته تبين له، لكن عندما يكون الشخص قد تصدى للدعوه لكي يعطي الناس ما لديه من علم فكيف يذهبون معهم ويبينون لهم؟ وخصوصا ان هناك كثيرا من الشباب قد ذهبوا بهذه الطريقه ولم يعودوا.
حيث انضموا لتلك الجماعات ولم يرجعوا إلى بحبوحة السلفية. ما الفرق بين الدعوة السلفية والدعوة الإسلامية؟ هذا الحقيقة أمر واضح مع الأسف على من دافع. نحن لا نرى مانعا من أن يخالف المسلم المتمسك بالكتاب والسنة أن يخالف الجماعة الأخرى ليس من باب المداهنة والسياسة وإنما من باب الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا في الآية السابقة ادعوا إلى سبيل ربك. فلا نرى مانعا من أن يخالف الداعية أولئك الجماعات الأخرى الذين هم بحاجة إلى دعوتنا، ولكن هنا شرط لا بد من أن نلاحظه وهو أن هذا الذي نستحب له أن يخالف أولئك الناس يجب أن يكون أولا متمكنا في علمه بما يدعو إليه، وثانيا متخلقا بالأخلاق ومتأدبا بالآداب التي أدب هو بها على هذا المنهج الذي سار عليه هو وأصحابه. أما إذا كان ضعيف العلم ضعيف الشخصية فلا نجيز له أن يخالط أولئك الناس لأنهم كما أشار السائل سيجرونه، وكما قيل في المثل السائل الصاحب كاحب الصاحب كاحب. والرسول عليه السلام يقول لا تصاحب، وهذا معنى ذلك المثل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا يذبنك عمله لسان حاله فضلا عن لسان قاله على ما أنت بحاجة إليه من العلم والخلق والأدب الإسلامي. من هنا يجب أن نذكر، وهذا أهم من الأمر السابق، أننا لا نرى في الشباب المسلم أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والفجور والفسق والخلاء في سبيل أن يتعلم علما أقل ما يقال فيه إنه ليس بفرض ولا واجب عليه، فيذهب إلى هناك فيتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه بالعادات والتقاليد والأخلاق، ويتأثر بما يرى من تبرج وفسوق وفجور علني. لا نرى في هؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى تلك البلاد بسبيل تحصيل ما قد يكون جائزا فيرجعون وهم قد خسروا شيئا من دينهم أو قسما من تربيتهم وأخلاقهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين، وفي الحديث الآخر من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي خافه، من جامع المشرك فهو مثله، وفي حديث ثالث المسلم والمشرك لا تترى نارهما، لا تترى نارهما، فإنما نار كل منهما بعيد عن نار الآخر. كلاهما انجو بنفسك، ابدأ أن تجاور الكافر والفاسق لأن الطبع شراق. ولعله من المفيد أن نذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وربما البخاري أيضا في صحيحه، حديث رائع جدا في إثبات ما قد يظن بعض من يدرسون علم النفس ما
من الشباب المسلم دراسة عصرية مجردة عن التأثر بالتوجيه القرآني والحديث النبوي يظن أن ما قرأه في علم النفس هذا من اكتشاف الأوروبيين. لذلك مثلا قولهم إن البيئة تؤثر، سواء كانت هذه البيئة مادية أم كانت معنوية، هذا مأخوذ من شريعتنا. تسمعوا حديث نبينا الذي أثبت تأثير البيئة وشرع لنا أن نعيش في البيئة الصالحة ولا نعيش في البيئة الصالحة حتى لا نتأثر بأخلاق أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب إن كان حظه شيئا، هو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على جاهل لكنه متعبد، وهذا من مصيبة الناس في كل عصر ودهر، يظنون الرجل المتعبد أنه يتعبد على علم، كأنهم يتصورون أن اجتماع العلم والصلاح أمر ضروري متلازم، مع الأسف ليس الأمر كذلك. فكم من متعبد جاهل وكم من عالم فاسق، وقلما يجتمع العلم والصلاح. لذلك كان هذا الرجل الفاجر الذي قتل 99 نفسا بغير حق كان عاقلا، حينما سأل أن يدلوه على أعلم أهل الأرض لكن أساءوا الدلالة ودلوه على راهب، فجاء إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسر عن التوبة، لا توبة لك. فأكمل به العدد المئة، لكنه رجل مصر على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل عليه، فأتاه وقص له قصة: إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل التوبة؟ قال: ما يحول بينك وبين التوبة؟ والشاهد بقول الآتي: ولكنك بأرض سوء اخرج منها، أي بيئة وتأثيرها، بأرض سوء اخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج خروجه دليل أنه كان جادا في توبته إلى ربه، ويشاء الله عز وجل أن يتوفاه وهو في طريقه إلى القرية الصالحة. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل من الطائفتين يدعي بأنه من حقه أن تولى قبل الرحيل. ملائكة العذاب يعلمون منه أنه قتل 100 نفس بغير حق، فمن أولى بأن يقبض روحه إلا من ملائكة العذاب؟ ملائكة الرحمة نظروا إلى العاقبة وإلى الخاتمة، وكما جاء في الحديث الآخر بغير هذه المناسبة: إنما الأعمال بالخواتيم. فأرسل الله عز وجل إليهم، أرسل إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم كأنه يقول: الحق سهل
كيس ما بينه وبين كل من القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوا بأهلها. فقاسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها وما بينه وبين القرية التي قصدها، فوجدوه أقرب إلى هذه القرية الصالحة لها بمقدار ميل الإنسان في أثناء مسيره. فالإنسان ما يمشي هكذا، وإنما ماشيين من هنا إلى هناك. فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد: اخرج من هذه القرية فإنها قرية شريرة، منها تعلمت سفك الدماء، وانتقل إلى القرية الصالحة. إذن عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه، فكل مقارن للمقارن يختدي. تفضل يا مهند. نحن نرد على من أجاز تهذيب اللحية وقد استدل بدليلين. الدليل الأول اللغوي، أن اللحية ما نبس على العارضين. الدليل الثاني على ابن عمر، قال ابن عمر أنه كان يأخذ من قبل. أنت تقصد تزيين اللحية، تهذيب اللحية واستدل أن اللحية هو ما نبت على عينه. شو وجه هذا الدليل؟ حديث عمر ابن عمر يأتي فيما بعد. فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين على المعارضين، فالتزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة صغيرة فيه حجة. أما الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه، لكن القول الأول لا وجه له إطلاقا. ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة، فهل الذين أنت تنقل إليهم يقفون عندما فعل ابن عمر أن يجدون على ذلك؟ التسجيل نرسمه بأنه يجعل لحية الجدين على مذهب العام عندنا في سوريا خير يكون إشارة، تكون إشارة يعني كالحفظ الذي يكون بين بعض العلماء بالنسبة للشارع حتى تظهر البشرة. فبعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر البشرة. هذا لا يفيد حديث ابن عمر أبدا. حديث ابن عمر كان يخذب فيقص ما دون القبضة، هذه الزيادة. من فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه إطلاقا، لا سيما ولم يتفرد به، بل جاء ذلك عن أبي هريرة وعن مجاهد وغيره من السلف دون أن نعرف لهم مخالفات. هذا الجواب يا نعم. أنت أصفر مش أنت يا أخي هنا بالدور ليس لك سؤال بارك الله فيك. يعني أنت حينما تحكم سؤال مهم، هل من الضروري أن يكون عند الجميع مهم؟ كل واحد عنده سؤال مهم. طيب يا أخي أنا بقول لك مرحبا وأهلا، لكن هل تريد أن تصنع لي سنة؟ بمعنى قد يكون واحد بجانبك يقول عندي سؤال مهم، اسمع هذا السؤال، إن شئت أجبت عنه وإن شئت سكتت، هل تريد أن تصنع لي سنة؟ طيب تفضل استأنف. أنا ما أعلم ماذا نفعل. أنا ما أعلم بالنسبة لي الحفظ اللحية هل يعتبر قول الصحابي حجة؟ عم مراد الفرق بين فعل الصحابي وفعل السلف، وكذلك هي الحديث في كتاب المرأة يمكن محسن بالشيخ أن المدينة يقصون يأخذون يقصون لحاهم نعم. طيب فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة فقال: وأبو عثانينة
يقول الله تعالى وكيف يوفق بين هذا وهذا؟ أولا قول الصحابي الشيخ وفعله الذي يعتبر شرحا. قول الصحابي حجة أم لا؟ لذلك هذه مسألة نتركها الآن جانبا، إنما سعد بن عمر له علاقة بمسألة أخرى، وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره أم غيره أدرى به من راويه. هناك قواعد عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض، منها مثلا هذه قاعدة ثالثة، هل العبرة في رواية الراوي أم برأيه؟ فعندنا ثلاثة أمور، عندما هل يحتج بقول الصحابي أم لا، هذا القول، هل يحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا، هل يحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه مسألة ثالثة. المسألة السادسة هذه لا شك من حقها العبرة بروايته وليس برأيه، لكن المسألة الثانية وهي الوسطى عكس هذه تماما، هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم غيره لروايته؟ ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وعفوا اللحى، هو روى عن سلم الميت وعفوا اللحى. هنا يرد السؤال، هذا نص عام، هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته؟ إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا، لا يأخذ منها لأن الإعفاء مطلق. هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال الثالث، ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نلاحظ الآن حقيقة الثانية أو الحقيقتين الثانيتين. الحقيقة الأولى أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته، فهو يعلم يقينا هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها، بمعنى هو يعلم يقينا هل الرسول طبق هذا الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شيئا أم أخذ منها شيئا دون تحديد من الآن. هذه الحقيقة الأولى، وهي أن ابن عمر سمع هذا الحديث ورأى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث. الحقيقة الثانية هي أن ابن عمر رضي الله عنه كان أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة وأحرصهم جميعا على اتباع الرسول عليه السلام، اتباعه في سنته إلى درجة فوق ما يقول أهل العلم إنه من السنة، أي إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة. سنة العبادة هي التي نحن مأمورون بالاقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونثاب على هذه القدوة، أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقا. ابن عمر الحريص على اتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن العادة،
ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب مثلا الترغيب للهندي ومجمع الزواج الهيثمي وغيرهما. الآن يا سائل يحيى، هل هو من سن العادة أم من سن العادة؟ لا شك أنها من سن العادة. لماذا؟ لما سبق ذكره من الحديث أولا، وبخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة وخالف اليهود والنصارى، في رواية وخالف المجوس، والحديث الآخر في صحيح مسلم عشر من الكسرة قص ذكر منها قص الثالث وعشاء اللحية. فإذا عشاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة. الآن نعود لنقول سورة ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع رسول عليه السلام حتى في سنة عادة، هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأكل من لحيته ولا قيد شعرة من قال، ثم هو يأكل منها ما دون الخضة؟ أنا أعتبر الخول، لأن نعم هذا يمكن، هذا قريب يعني من المستحيل، إلا أن ينسب ابن عمر إلى أنه كان لا يهتم باتباع سنة الرسول عليه السلام، وهذا خلاف مقطوع به عند جميع علماء المسلمين. يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنفا من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية، بل تابعوا على ذلك أبو هريرة ومجاهد، وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري. أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا قولا ولا فعلا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا عرفنا هذا البيان يأتي الجواب عن سؤال الأخ، أن الرسول عليه السلام نهى عن قص اللحية كما تقول العاجل. فنقول نعم، قص العاجل نص علماء الحنفية في فقههم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية كما تفعل، أنا أشك الآن، قالوا كما تفعل المغاربة يومئذ يوم قالوا هذه العبارة، أو قالوا كما تفعل العالم، وهم يقولون السنة أن يأخذ ما دون القبضة إجلابا لما ذكرنا من سائل بن عمر رضي الله عنه. إذن كما نقول الإعفاء في الحديث مطلق وليس مرادا، والقص في الحديث مطلق وليس مرادا، بل المراد في كل من الأمرين خلاف المطلق. المراد بإعفاء هو إعفاء ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها، والمقصود بالنهي عن الخص وستبه بالعاجل إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر، أي أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر. هذا ما عندي في هذه المسألة. لكن الشيخ إذا أجاز ما بعد اللحية كيف يمنع ما دون اللحية؟ سمح الله، كأنك ما كنت معي. يمنع رؤيته للرسول عليه السلام. نعم. فقط في حمل الأمر الشيخ؟ لا، التبسيط هذا ما صح. حديث إعجاب كنا نعرف الشبال الذي حجنا وعمره. نعم. في سمن أبو داود. نعم. أظن فيه أبو جبير ولست على يقين الناس. المهم لا تتوسعوا كثيرا حتى نبقي المزيان لأسر أخرى. إذا كان عندك سؤال انت تفضل. بالنسبة لإباح الحديث الضلل، إذا كنت أقول لهم الله تظلل يوم لا ظل إلا ظل، يعني هل يثبت كيف تظل الناس الثانية؟ الحديث المشهور يسأل السائل عن الحديث المشهور
كان متفق عليه بين الشيخين تبعث الظل والوار تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب النساء في طاعة الله إلى آخره. يقول هل نثبت الظل صفة لله؟ نقول ما أعتقد ذلك، وبخاصة أن في بعض روايات هذا الحديث لظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فهذا ليس صفة من صفات الله عز وجل. نعم. هل يجوز جلوس، هل يجوز الجلوس بشكل مستمر للرقية ما بالقرآن أو بلا شيء من التوراة، بحيث أنه يأخذ أنه يرقي على من يعرف أنه يحتاج إليها أم لا؟ وهل يجوز أيضا بيع هذه الرقية بثمن بحيث أنه يشتري الماء مثلا بريال ويبيع هذا الماء بعد القراءة بخمسة ريال؟ ما يجوز، ما يجوز. لكن أنت تقول أنه يستعمل الرقية لمن يحتاج ومن لا يحتاج، ما يسأل، يأتي ما يسأل، يأتي هذا المريض أو هذا اللي يحضر مجلسه فيرقى له، عنده مجلس قائم للرقية فقط. ما أدريش، لكن من يأتي إليه؟ من يحتاج للرقية ولا من لا يحتاج؟ هو لا يسأل يا شيخ، الله أعلم إن كان يحتاج أو لا. وأنت تقول هذا يأتي المحتاج وغير المحتاج. هو ما يسأل، يأتيه الشخص فلا يسأل أنت محتاج أو ما بك أو كذا. يعني بخصوصه اللي يرى هو المحتاج للرقية أو لا. على كل حال لكل سؤال جواب، أنا قد أجبتم، لكن أرجو منكم أن تكونوا دقيقين في نقل الوقائع. ولكل سؤال الجواب قد أجبتم. في الأوان الأخيرة انتشر أسلوبين من أسلوب الدعوة، وهو الأناشيد والتمثيليات. ما رأي الشرف في هذه الأناشيد والتماثيل؟ وهل يدخل التمثيل في نفس من الكذب؟ هل يدخل إيش؟ التمثيل من الكذب؟ نحن سئلنا عن هذا مرارا وتكرارا، ولذلك نجد الجواب بأنه لا أناشيد في الإسلام تسمى بالأناشيد الدينية، كما أنه لا مسرحيات ولا تمثيليات. وهذه أيضا مما تأثر عليه بعض المسلمين من عادات الغربيين الفقراء والمساكين من هدي السماء. نحن لسنا مثلهم بفضل الله، ألست بحاجة إلى أمثال مسرحياتهم وتمثيلياتهم. هذا من الأمور التي دخلت في عصر الحاضر فقط، ولا يعرف المسلمون الأولين شيئا من ذلك، فلا نرى هذا أمان جائزة. إذا كانت التماثيل عن معارك إسلامية أو أشياء تدعو، يقع فيها كما جاء في سؤال كثير من الأمور، مثال تسميم بعض الفصول كما يزعمون. خلينا نشرح بعض الأدلة. روايات الأعمش، اسمع يا أخي، روايات الأعمش المعنعنة في غير الصحيحين، هل تحمل على الاتصال؟ أما ليس هناك قاعدة يقال تحمل أو تحمل، تحتاج كل رواية فيها الأعمش معنعنا تحتاج إلى دراسة خاصة. حسب ما يتبين لهذا الباحث فقد يسلس ويمشي عن عامة الأعمش في رواية ولا يمشيها في أخرى لما يبدو له من قرائن وأدلة. يا شيخ، المسألة ليست كما يتوهم كثير من الناس أنها قواعد جامدة لا تقبل التفسير والتغيير والتبديل ولو في حديث أو بعض الأحاديث، كما أنه لا يقال مثلا أن رواية غير الأعمش المدلس أنها ترفض دائما، لا بد من دراسة خاصة لكل رواية هي خارج الصحيحين إذا كانت من هذا النوع. شيخ، بالنسبة لحديث كل شيء يبينه الحديث الآخر، وجدنا عنه هذا سؤال بشكل متأثرة من الآن. طيب، الآن إذا أردنا نعكس نبدأ من الخلف كويس، لكن سوف نسمع
اسمع شوي يا اخي. اسمع سؤال. انت كنت عن سؤال. اتفضل من شو سؤالك. لا معك الله. اسمع يا اخي الله يجيك. انت تعرف عيد عباسي؟ تعرف عيد عباسي؟ لا عيد التحقيق. تسمع من شيئا؟ نعم. ايش هو؟ اخذ اخواني وعظيمهم المتابس ولكن يحسن الذي جمع طيب هو في نيسان ميت ولا حي؟ هذا الذي نقلته وأطلت في الكلام والتعليق وقد تبين أنك لست سائلا وإنما أنت راد ترده فسمعك الله. أولا نحن لم نكن في الندوة والرجل الآخر الذي تقول أنت مغرورا بما قرأت مغترا بما قرأت الرجل سليم منذ 8 سنوات والندوة متى وخلال 405 فإذا هذا الذي قرأته كان عليك أن تتثبت أولا من شيء واحد أول كل شيء هل صحيح أن الأوباني وعيد عباسي الذي هو تلميذي كما تقول وهو كذلك كان موجودين في الندوة فهذا هو الخطأ الأول وهذا خطأ عام طلاب العلم الذين لا يتثبتون من جهة ثانية لا يعرفون بسائس الجماعات الأخرى هذه الندوة تدري أنت من أقامها؟ ما تدري إذن ما تدري لا هذا ولا هذا ثم بنيت على عدم درايتك على هذه وقصورها وما بني على ما لا يصح فهو أنها لا يصح ثانيا ما أعتقد أنك حفظت ما قرأت في ذلك الكتاب كما تحفظ فاتحة الكتاب فأنا بقول أنت تستطيع أن تقول الآن أنه أنا قلت بناء على ما قرأت أن الشيخ عمر بن عبد الوهاب رحمه الله
ليس سلفيا في الحديث تستطيع أن تجزم بهذا ما يخالفك، وما أظنك تتجرأ أن تورط نفسك هذه الورطة. حينئذ لو كنت متحفظا في إلقاء مثل هذا السؤال كان ينبغي أن تسجل ما قرأت في ورائقة، ويأتي السؤال كالآتي: هل هذا الكلام ألقيته في الندوة؟ نقول لك: نحن ما حضرنا الندوة ولا دعينا إليها، ولا صاحبنا يستطيع أن يحضرها لو دعي إليها، لأنه سجين صدق الله سجنه، وقد يكون من الذين نعم، وقد يكون صار في عالم الأموات رحمه الله. هذه كان ينبغي عليك أن تسأل: أنت حضرت الندوة وفلان؟ لنقول لك: ما عرف معنى شيئا يذكر إطلاقا. ثانيا: هل هذا الكلام أنت تؤمن به؟ أنا عشت في هذه الحياة الدنيا ما استطعت، لا أقول تزكية وإنما أتحدث بنعمة الله، لا أداري ولا أناسب، أقول ما عندي. فأنا أعتقد أن محمد بن عبد الوهاب هو كما قرأت وكما ذكرت هو بلا شك إمام سلفي عقيد وله فضل، وهو إلى آخر ما لا نستطيع أن نخفيه من الكلام الذي يصعقه من أجل إحيائه دعوة التوحيد في تلك البلاد أولا، ثم حملت الدعوة المباركة لبلاد الإسلامية الأخرى ذلك. لكن أنا ما أستطيع أن أقول سواء صدقوا فيما نقلوا وما لديه من أين نقلوا، لكن أولا نحن ما كنا حاضرين في تلك الجلسة يقينا. إذا قال قائل: لو سألتني أنت الآن هل تعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان محدثا؟ أنا بقول لك: لا، ليس محدثا. وأنت أظنك من العقل بحيث أنك تفهم معي أنه لا يلزم من كون ولا من الناس قرأ الحديث على زيد من الناس وهو مشهور بالحديث أنه صار محدثا. أظنك معي في هذا. فإذا هذا التحمس الذي يعني سمعناه منك هو يعني كلام على أسف في الهواء ليس له قيمة، أولا لأن بني على شيء نحن ما ندريه ولا كنا حاضرين، ثانيا ما ينبغي أن نعتقد أن كل إمام أئمة المسلمين هو محدث هو مفسر هو مؤرخ هو لغوي هو كذا وكذا إلى آخره. لو قال لك قائل: الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ليس لغويا، لعلك لا تثبت له الإمامة في اللغة أيضا بتحمسك بتوحيده وتحسسه. سامحك الله وأرجو الله أن يتوب علينا جميعا. واثق مني في بيان نفسي آخر الأسبوع. واثق مني أنا هلا مكلا قد كتبت علي. لا، يقول هذا الذي كتبت علي. إيه. أنا ما أعرف. أنا ما أعتب عليك الآن، بس ببين لك إنه كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا من باب التحفظ والإحتياط. طيب، وأنا قلت إنه ليس سلفيا بالعديد. هذا الذي أفهمه. مش تفهمه يا أخي، بدك تكون النص أمامك حتى تناقش النص. أولا تثبت إن هذا النص أنا قلته، وتقول لي وين قلته لحتى أجاوب عنه. إما نقول لك هذا صواب ندافع عنه، وإن نقول لك نسأل الله يغفر لنا لأنه خطأ، وكل بني آدم خطاء وخير خطائين. جزاك الله خيرا. هذا وغير من صنعوا هذا الكلام تجد أنها تقول أنها لم تقل العلم ولم تقل النبوة، وتقول دار التربية المقرأة للإنسان.
بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام إلا في هذه القصة في هذه البلاد. أنا لم أتاهل ولا أتاهل لأنه لم يكن في الله لكن لما رأيت في الله يعني ما فرعت عليه إلا بعد الأخبار والعدل فتحه لي وقال لي اكثرها له اكثرها له إن ثبتت طيب لا وين وين جماعتنا؟ لا 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 مربوطه هنا هذا كفو ربما يكون باك يا شباب خذ هذا المكلوم خذ المرسل الشركة هل سبب انه عندما اراد ان يصل الاول اذا اراد ان يصل المتخذ الاول الى الركعه الثالثه وهو في السجده هل يقطع يديه وهو جالس؟ انا لا اصبك يا اخي الان